هاي، انا علي ابو العنين، هيلث كوتش وشيف وريسيبي ديفلوبر. بقيت بحب اكتر اعلم الناس الفرق بين ان احنا ناكل صحي بدل ما نعمل دايت ونبطل الدايت. اول حاجه عملتها في الوصفه دي هي البراين. هو عباره عن ميه مغليه، هنحط عليها ملح وسكر وبعدين ندوبه ونسيبها تهدى خالص، وبعد كده هنحط فيها قطع الفراخ بتاعتنا. اما نحط الفراخ في المياه دي، هي بتساعد ان الفراخ تبقى طريه وتقلل وقت الطبيخ بتاعها. فالوصفه اللي جايباها النهارده هي فراخ مغربي بالليمون المخلل والزيتون، وبعدين نجيب وراك الفراخ بتاعتنا عشان نحمرها. بس اول حاجه هنحط هو الناحيه اللي عليها الجلد عشان الجلد ياخد لون كويس ويكريسب اب شويه. زي ما انتم شايفين البهارات اللي احنا حطيناها دلوقتي كلها بهارات ضد الأكسدة وبتزود مناعة الجسم. الناس ممكن تفتكرها ان هي مش صحية عشان هي فعلا وصفة غنية جدا، بس هي فعلا صحية وكل مكوناتها صحية، ودي من الحاجات اللي انا عايزة فعلا استرس عليها. احنا ممكن ناكل اكل حلو جدا وصحي في نفس الوقت. انا اخترت اقدمها مع رز بسمتي لانه اخف، بكده تبقى وجبة متكاملة، ويا رب تعجبكم وبألف هنا.